افتتاح ماي مناسبة سنوية تحتفي بها الطبقة الشغيلة بيومها العالمي، والشغيلة المغربية ليست استثناء، فقد احتفت بيومها عبر ربوع المغرب في مختلف المدن المغربية، وبشعار نضال مسؤول من أجل عدالة اجتماعية. خرج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مسيرة من أجل التعبير عن الحقوق المشروعة للشغيلة. المغربية تحتاج إلى أن تكون في المستوى اللائق للعيش الكريم وللعمل اللائق، وبالتالي نحن بالنسبة إلينا كنعتبر بأن هذه فرصة لكي يعبر مناضل الاتحاد الوطني للشغل المغرب على مختلف المطالب التي يطالبون بها، ومن جهة أخرى كنعتبر بأن هذا فتح ماي ينعقد في واحد الظرف اللي هو مهم وأساسي، وهو أنه ينعقد داخل الحوار الاجتماعي. حوار اجتماعي انطلق قبل أسبوعين بين الحكومة والنقابات من أجل الوصول إلى توافق في مختلف المطالب التي تناضل من أجلها الشغيلة في المغرب. كانت متوازي مع الحوار الاجتماعي اللي نعقد مع الحكومة تقريبا واحد 9 جلسات، وصلنا لواحد الأرضية متميزة، أرضية ممتازة، مش ممتازة كاع ولكن أرضية لا بأس بها في صالح الشغيلة، فيها واحد النسبة ديال الزيادة في الأجور، فيها نسبة ديال الزيادة التعويضات العائلية، فيها قضايا مهمة بجانب التأمين ديال الأبوين وكذا، ولكن الحركة النقابية والنقابة الخاصة الاتحاد الوطني طلبت بتحسينها وتجويدها، وإن شاء الله يوم الأربعاء سيكون ممكن ابتداء من يوم الأربعاء يكون الإعلان عن هذه النتائج المهمة والأساسية اللي غسترضي العمال وترضي النقابة. يوم تحتفي فيه المرأة العاملة التي تشارك إلى جانب الرجل من أجل الإقلاع الاقتصادي والحضاري للبلد، مشاركة حتى في ساحة النضال لتحقيق المطالب. النضال دائما خصوصا في النقابة، وهم الأخوات ديال النقابة ديال التعليم حاضرين والنقابات يعني كلها، والمرأة هي سبغي عندها الطابع خاص، لأن هي يعني هي مرأة مغربية ومرأة تناضل في جميع الجبهات وكتناضل في النقابة، وفي خلال الحوار الاجتماعي كاين عدة يعني نقط اللي كتهم الخصوصية ديال المرأة، يعني في المرأة اللي في الطبقة الشغيلة. لتبقى المطالب الخاصة بالمرأة حاضرة وبقوة لخصوصيتها حتى في شعارات فاتح ماي. أنا كامرأة ضمن الفعاليات ديال العمل النقابي في الجامعة الوطنية للموظف التعليم، أنا أدعو من هذا المنبر إلى تحسين وضعية المرأة، يعني بصفة عامة من ناحية الصحية ومن ناحية الرخص المرضية ومن ناحية الرخص الولادة، وهذا مطلب وضعناه في يعني ضمن المطالب اللي الوقت اللي كوننا واحد اللجنة النسائية مركزية ضمن النقابة أو ضمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وعرفت مسيرة الدار البيضاء للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حضورا لقضية الوحدة الترابية، وكذا حضورا لفعاليات وقيادات وطنية حزبية ونقابية على رأسهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، الذي عبر عن تأييده لمطالب الشغيلة وحرصه على الاستجابة لمطالبها. نهار اللي قالوا لي استعدلها راه 3240 يوم اللي ما وصلش ليها العامل، راه كتضيع الحقوق ديالو. استجبت فورا نهار اللي قالوا لي استعمل الاله، راه كاين الناس اللي كياخذوا في التقاعد ديالهم 4000 ريال و 3000 ريال في الشهر، رديتها لهم 20000 ريال فورا، ودابا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الاصلاح غنردوها 30000 ريال، القليل غيبدا ياخذ 30000 ريال.